فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، إلى قوله تعالى: ولتتبروا ما علوا تتبيرا، ولتتبروا ما علوا تتبيرا، الآيات من 4 إلى 8؟ وهل بنو إسرائيل المذكورون في الآية لهم صلة بيهود اليوم؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، هؤلاء هم أولاده الأسباط، أولاده الأسباط، ذرية الأسباط، وهم على في الأصل على دين موسى عليه السلام، هم في الأصل على دين موسى عليه السلام، وكتابهم هو التوراة، وكانوا في الأصل مستقيمين على طاعة الله، ولكن دب فيهم التغيير والتحريف من عهد موسى عليه السلام، حصل عندهم عبادة العجل والشرك، وحصل عندهم بعد موسى أن حرفوا التوراة وغيروها، فهم بنو إسرائيل. قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل، يعني أخبرناهم، قضينا إليهم، أخبرناهم ماذا سيحصل لهم، أنهم سيتغيرون ويحصل منهم إفساد في الأرض مرتين. المرة الأولى لما أفسدوا في الأرض سلط الله عليهم المجوس، سلط عليهم المجوس بقيادة بخت نصر، فقاتلهم واستحل ديارهم واستحل المسجد الأقصى، ثم إنهم تابوا ورجعوا فأعاد الله لهم النصر، ثم إنهم عادوا إلى الإفساد، عادوا إلى الإفساد، فعاد عليهم العدو وهجم عليهم ودمر ما بنوه وما. ثم المرة الثالثة: وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الإفساد عدنا، هذا تهديد من الله لهم في آخر الزمان، سيحصل منهم إفساد للمرة الثالثة، فيسلط الله عليهم المسلمون المسلمين كما صحت بذلك الأحاديث، فيهزمونهم شر هزيمة، حتى إذا توارى اليهودي من وراء الحجر أو الشجر فإنه يقول: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. وإن عدتم عدنا، الله جل وعلا يهددهم أنهم كلما عادوا إلى الفساد في الأرض فإن الله يعود عليهم بالنقمة والعقوبة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نعم.